بتقريب اكثر من 5 رضعات، فهل بناته تحل لي؟ هو مكتوب بخط رديء جدا. لي اخ اكبر مني وهو اكبر اخواني، وقد رضع مع عمي تقريبا اكثر من 5 رضعات، فهل بناته تحل لي لخوي يا اولادي؟ ما اعرفش الاخ الكبير واخواني ام لا، ما اعرف يعني. هو صاحب السؤال اذا رضع الانسان، اذا رضع اخوه بناته واخواني، يعني اخوك رضع من زوجة ابيك، زوجة جدك، من زوجة جدك، ام عمك، ام عمك، من زوجة جدك يعني، من زوجة جدك. إيه. وهذا عمك واخو ابي، اذا رضعت المرأة من زوجة جدك صار اخا لكم، صار اخا لابي واخا لاعمامك. يعني بناته ما يحل لي ولا ما يسأل. انت هذا اخوك انت عم، لكن ما يحل لاولادك، أولادك ما يحل، نعم، لأنه صار عما لهم لابن رضاع، صار عما لبناتك وأبنائك جميعا. إذا رضع إنسان من زوجة جدك صار هو أخا لك ولإخوتك، وصار عما لأولادكم بالرضاعة، يحرم من الرضاعة ويحرم من النسب.